السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة سارة وخياطة مع النسيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بغيت نشارك معكم واحد جوج موديلات خفطان وجلابة ان شاء الله اللي بغي يخيطهم. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر الناس اللي تابونوا عندنا جداد، وكنشكر الناس اللي خلاو لنا تعليقات لايكات. كنقول لكم مرحبا بكم وتحياتي للجميع، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، انا عجبوني القفيطنات هادو، يلاه طلعوا. بغينا نشاركو معكم كما كتشوفوا معايا واحد القفطان. كنشكر الناس اللي جاو عندنا تابونا عندنا، الناس اللي تابوا عندنا اللي خلو لنا تعاليق، كنشكركم بزاف. الصراحه ما بقيتش كنلوح الموديلات حيت كنا عندنا عطله، كنا مريحين، ما كاينش شي جديد، ما كاين حتى حاجه. قلنا شوف شاركنا معكم العطله ديالنا اللي دوزناها. كنتمنى من الله يكون عجبكم فيديوهات ديال العطله، كونوا بخير وعلى خير، يعجبوكم ديال الطبيعه تاني. دابا ان شاء الله نرجعوا المحتوى ديالنا الاصلي هو الخياطه ان شاء الله، ما يتعلق كل في الخياطه، في كل شيء، الخياطه، الماكينه، في الصاله، كل شيء. نتمنى والله يعجبكم هذا القفطان حتى هو زوين، بصحه وراحه لمولاتو، تلبسوا بصحه وراحه، عليه تبارك الله زوين، طلع له فن تبارك الله، جا زوين باللوينات والمجدول ديالو حتى هو باللوان كما كتشوفوا معايا. بصراحه طلع رائع، رائع جدا. كما كتشوفوا معايا، نتوما تشوفوا الموديل وتشوفوا ديك الساعه نتوما تحكموا على الموديل كيطلع. بالنسبه للطرز واللوينات، بالنسبه للكريب، جا في الكريب مسلك زوين، منبت حتى هو بالعقيق، العقد باللوينات، نص زايرين، الدريس حتى هو باللوينات، كلشي طلع تبارك الله زوين كما كتشوفوا معايا. المجدول حتى هو باللوينات، الكميمات حتى هما نفس الطرزه، نفس الكمام، منبت حتى هو بالعقيق كما كتشوفوا معايا، طلع روعه. هذا هو القفطان ديالنا اللي قلت لكم نشاركو معكم، وهذا طلع صراحه روعه. بالنسبة للجلابة تاني ان شاء الله نشاركها معكم تاهي، طلعت زوينة، موديل تا هو زوين كما كتشوفوا معايا. هذه هي جلابة تاهي، تاهي بهذا الموديل وخياطة المعلم كما كتشوفوا معايا، منبتة بالعقيق، اللون ترابي، الدريس ديالها كما كتشوفوا الدرس ديالها عقيق، طلعت تاهي روعة. تلبسها مولاتها تاهي بالصحة والراحة. اصلا هي انا عاد تفرج في الفيديو ديال الجلابه ديالها، انا متاكد بالله تفرج في الفيديو وهيعجبها بالله الجلابه ديالها، تجيبها مزيان. كنتمنى من الله تعجبكم كما كتشوفوا معايا، طلعت تبارك الله روعه. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر الناس اللي جاو عندنا وتابوناو عندنا، كنشكركم. اللي شاف اول مره هاد القناه كنقول لكم تابوناو في هاد القناه وفعلوا الجرس وخليو لينا تعليق باش يوصل الكل، يوصلكم ان شاء الله اي جديد على اللوح، يوصلكم يوصلكم اي جديد. ما تخبخلوش علينا بالتابوني ديالكم، التعاليق ديالكم. كنقول لكم مرحبا بكم، القناه راه قناتكم. نتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير، هذا هو المهم. واللي عجبو الموديل يقدر تخيط عليه، راه موديل صراحة زوين وجديد ديال 2023، راه يعجبكم كيطلع زوين، خصوصا الا طحتو فشي خياط لي قاد لي يجي في صالتو قاد زوين. درتلكم هاد الموديل هذا، طلبوه ليه اي واحد، يمكن لي يديره تخيطوه في اي بلاصة كما كتشوفو معايا. تا هاد الموديل هذا تا هو اللي حداها ديال البرشمان، وقيلا راه فايت صورتلكم، صراحة زوين تا هو برشمان خفيف. التواب هذا مرة ديال المليفة كتشوفوا معايا، واحد الموديل تا هو هذا جديد وتا هو في المليفة زوين تبارك الله، كيطلب له مارين. هذا هما الموديلات دابا اللي كاينين جداد. كنتمنى من الله يجيكم تخليو لنا تعاليق زوينين، وانا كل موديل خرج جديد راه نشاركو معكم ان شاء الله. وتابوناو عندنا، ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.